نسويها؟ نسويها اليوم انا بغيت. اي متى؟ بعد العصر؟ انت خطط كل شيء خلاص وانا بضبط الوضع. اللي تعجبك ناسبك متى؟ تبغى العصر تبغى في الليل؟ سيناريو عندك؟ لا لا وش انك انت تبغى تسوي بالضبط؟ مش فاهم بالضبط انت وش اللي تبغاه عشان اعطيك مساحة تاخذ حرية يعني. وش رايك في موضوع البسملة والنظافة؟ تمشي؟ لا ترمون شيء يعني. البسملة مثلا اذا اكلت قل بسم الله. وانا بجيب جنب كوميدي شوي فيها انت عاد تكون جاد. انا اسوي مخالفات انا وانت تسوي. اذا بغيت الناس بجد وجيب دليل من السنة وانتهى. ممكن تكون من هنا درس توعوية والأطفال وكوميدي جمعنا أربع قوالب حاجة حلوة. بس السيناريو المرتب شيء حلو. نقعد لها مثل اخذ منديل انا او علبه وارميها يدي او واحد من الشباب يجيني يعني يساعدنا مثل محسن. محسن وده يقدم شيء للاطفال ياخذ علبه ويرميها قدامنا او ياكل قدامنا ويرمي عرفت. ثم يقول بسم الله ما تقول فرض القربور شوف هذا ايش يسوي ايش رايك اللي يسوي ايش قاعد يسوي كنت قاعد ياكل ايش قاعد يسوي كنت والله خلاص نزل قلت له هذا يصلح أقول إيه يصلح قال لا ما يصلح أتنادي محسن أنت سميت قال لا أقرب وقت يطالع فيكم يعطيكم نصائح قال ليش أسمي فرضا أنت زي كذا تصير حوار حلو كذا ممكن. بس في مشكلة بالنسبة أنت للشخصية اللي تطلعها يا أن أنت تختفي يعني ما يحبذ الظهور مع ما يحبذ الظهور مع الدمية ما صعب هذه يعني ما راح يطلع اليوم في الساعة تقريبا 11 اليوم تطلع دمية ثانية أسد عرفت هذا اللي بكون مختفي فيها وبجيب طريق نجم اليوم اللي هو انت تتبع شخصيته هو هذا لك انت تمساح وش في شخصية تمساح مات من واحد مسويها مش لي انا نعم تكون تمشي نفس الجانب بس في جانب توعوي شوي فيها وفيها كوميديا وفيها جو توعوي انت ما تبغى النظام تبغى شيء انت سويته قبل من جدو عادي عمو الحكيم حكيمي ايش سويته حلو عجبك تبغى نعيده نعيد السيناريو بالطريقه كان ناجح. احنا كنا نسوي سيناريوهات مع ارنو وانا العم حكيم يعني العاقل فيهم وكان اللي هو فرفور اللي هو ياسر سنان عرفته أول واحدة سويناها طبعاً كلها كان لما تخلص الحلقة كنا نختمها بهدف معين. أول مرة سويناها عن السرقة كانت كل واحدة كل حلقة تقريباً ربع ساعة نتم فيها سيناريو كامل وإحنا نرتبه يعني نسوي عليها بروفا بين ننزل ساعات كانت البروفا قبل البث يمكن دقائق ونسترجع الأشياء من عندنا يعني. واحدة كانت عن يعني واحدة من الشغلات أنه كان العيد إيه وياسر وفرفور اللي هو فرفور وأرنو يمشون يركضون نحب يركضون كذي في
كل عام وانت بخير يا صديقي. مهم عقب ما يكملون تعرف له فترة النوم اللي تصير وقت الظهر في العيد يوم العيد، فينام أرنوب آي أنا لهم أعطي كل واحد 500 ريال آي عيدية. بعدين يصير وقت السبات ينامون، فأول ما يغفي فرفور أو أرنوب يروح يبوك شنو 500 منه. أول ما يقوم يدور عليها مهم أظن بأن شخصا ما قد أخذ نقودي. مو مديش فيها جو الفكاهة بعدين. هلا الآن حضوري عليها إذا ما حضرت إحنا علي خصم؟ لا ما علي النولة ها؟ ماك شيء زين شوف أنا سمعت محسن كان في الأشياء المضحكة هي كان شيء رسالة لكن فيه وايد أشياء كوميدية. مثلا أين الزلط؟ الزلط شنو؟ إيه. أين الزلط؟ مثلاً وايد أشياء كنا نسويها. أنا أشوف محسن هو كاتب بعد سيناريوهات جاهزة. موجود. محسن قال لي قبل ما خبرنا وأنه يشتغل في هذا المجال وأنا أعتقد إن عنده لبس. هو يشتغل مهرج. عنده الخشم. ترى هذه تكسب فيها جمهور كبيرة. أنا إذا بدخل أوكي كنت كداخل حتى شخصية عند الكاب والشخصية المحسن. المحسن قال لي عنده أول كم برنامج يقول بجيه معي بس ما سألت عن جاب لا أنا مشكلتي شنو؟ أنت سبق تناقشت سالفة التناقضات. أنا ما أعتبرها تناقض بس تماثل تشتت في الموضوع. يعني إمام كإمامة مسجد كاستلام حلقة تحفيظ وهذه أشوف إحنا ترى نقدر نغلق صح؟ نقدر نصق؟ لا عادي عادي خلاص كمسكة حلقة تحفيظ و لا أنا أمور طيبة أنت خلو كذا عيش أنت أنا أوكي أموري طيبة عايش هذه لكن ساعات لا شوف بعضهم ما يتقبل كذي ردت فعله مش كويسة ما يتقبل يعني أنت مزح مع الكل فنشوف يعني هذه مشكلة بعضهم ما يتقبل ذبتك أنا تقبل ذبت الشباب كلهم ما الشباب كلهم تقبلوا ترى كلهم في بعضهم ما راح يتقبل الدبة فهذا تحاشى شوي أو أعطى دبة خفيفة. بالضبط أتى يوم كلمت شو اسمه أمس قال لي كلهم مع الجو مالك إلا اثنين واحد منهم التوام واحد منهم اللي صارت معه مو توام كلهم ترى واحد منهم واحد شديد ما شاء الله يعني اندفاعي شفت أنا قبل أمس رد فعله كانت في وين؟ شفتك قبل أمس اي ومع ان ذاك ما كان فيها شيء اصلا كان اعتقد في لقاء اليوم او بروفايلك او زي كذا قالوا عنه يعني تكلمون؟ لا 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 انا شفت انت تكلم فكلمك مزحت معه حطوها في بروفايلك؟ لا 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 انت مزحت مع الشباب بس شفت واحد من الشباب ما تقبل مزح اي يوم مزحت وياه ومشت الامور كنا قاعدين قاعده ثانيه بعدين رحنا فوق انشبت النار وبعدين منصور أظن ألقى كلمة وما كان فيها شيء يعني إحنا ذكرنا موضوع السفينة والقائمة على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصابوا بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها كان الموضوع كامل ما في شيء عشان يقول قرآن يعني تهجم شيء مو منطقي قرآن خليك في البحرين درس قرآن لا تهني ولا شنو الموضع اللي يعني مشكلة ما يعطيك مجال. أيضا أمس سلفة الغداء أنا صراحة أعطيت متوسط بحق يقيم قيم الأكل ما قيم الشخص. يوم طبخت أنا قلت حق الشباب كان سوى نوع تحدي لهم ومنهم بعد قلت لهم لا حد يقيمني على شخصيتي قيموني على الأكل لا تأخذ الأضرب كذا صدقني أحنا تمشي الأمور إيه ماشي بس أقعد أقول لك لا أنا أذكر فقط أذكر أنا نصيحة أتفكر فيهم مش بطريقك وهذه على قولتهم بيجي إبراهيم والناس بتتغير شخصيته أنت شو تحين وضع هذا بتشوف الآن مع إبراهيم بتغير لما يجي إبراهيم بتغير شخصية الشباب هذا ما راح تشوف الشخصية هذه الآن نتعب أن تصحيهم منه بوهذا قام صحي قبل ما نطلع أعتقد كذا هذا البسيط لأنه بيشوفون فعلا في واحد ودعنا واحد راح يعني بيحسون بشيء اسمه
مسؤولية كبيرة، مسؤولية الدرجات، يبدأ واحد يسوي مجهود أكبر من المجهود اللي يعني يسوي الآن. عشان كده بالخير تشيلها بالأمور طيبة، صدقني قدم مش خفف عندك أنت شوي بس يعني اللي شو بتحسن منك خفف خفف شوي، يقولك أبعد تحب. وموجودين الشباب بالخير وبركة، وأنا معك يا أخوي أحمد، أتشيلها ولا بالعافية ما أضيق ولا شيء. هو النقطة وين تكمن؟ أنا قاعد أعطيها سجية كذي يعني، أنا أعرف إن هذه سجية تكون بالعكس يعني روحك طيبة كذي. أنا أحس إن هذا اللي عندك هنا أبيض واضح. ما هذه يعني. بس المشكلة وين؟ المشكلة إن في ما لو واحد بيرد عليك فيبي يظهر نفسه فيها. زين أظهر نفسك في شيء منطقي، لا تظهر نفسك في إنك تنزل على عدوك. ما بالعافية ما بالعافية، أمور طيبة. أتفكر شيل هذا من راسك، والله العظيم كذا بتتعب نفسيا. لا والله ما فيني شيء، اقول لك والله عادي، بس قلت سرد لك احداث فضفض فضفض فضفض. بس هذه لا تخلي هذه شيء منها في قلبك، ما عليك. شوف احنا كنا حبايب قبل، تذكر الشباب وكذا دخلنا وصرنا يعني ما نقول خصوم، متنافسين. لكن التنافس ما في تنافس شيء اسمه يعني التنافس، احس ان شيء تنافس اسمه شريف. انا مع احترامي له اتحفظ على الكلمه هذه، لأن التنافس تنافس بغض النظر، أنت تبغى تفوز هذا يبقى تنافس. إيه أنت شوف الحين الكورة لما يسمع بعضهم قبل المباراة مبسوطين، وقت المباراة يتضاربون، بعد المباراة رد السلام على بعض. أنا شوف الطريقة. طيب أنتوا قبل المباراة تسمع بعض، بعد المباراة تسمع بعض، وقت المباراة كرت أحمر كرت أصفر إصابة تطلع فيك الدم يطلع. فهذا اللي يصير بعد كل شيء، ترجع الأمور أحسن ما ذا. بس صدقني موضوع الآن فقط موضوع التنافس راح يتعدل هذا كله بعد أول براين. شيء يتعدل فيه شيء يصير؟ مسؤولية. الواحد يحتاج شخص معاه يقدم شيء. بيبدين يرجعون. اللي تعتقد هذول الشباب قدموا شيء الآن؟ ما قدموا شيء. أنا أشوف ما قدموا ذاك الشيء اللي هو يذكر لهم كأثر. نعم بس كله رقص وضحك رقص. هذه تحت انتهي ترى. أمس في انتقاد، أنا سمعت أمس بروفايلك إن في شيلات أو في أناشيط. هذا مو برنامج إنشاد. نبغى واقع، نبغى يعني سوالف، نبغى ضحك، يبغى يقدم شيء رسالة. اللي مش معقول ما عندهم رسالة داخلين كذا يعني ما ذكرتهم بمعنى أصح مسخرة يعني، ما يصير. فراح يحتاجون خبرات. أنت من ضمن حافظة القرآن راح نحتاج القرآن في الأمر هذا. يعني راح يكون في جدية الآن، في هزل، ما في إحساس بالعقاب، ما حسوا بالدرجات، ما حسوا بأن في بكم يطلع برايم كلهم مشون واحد من أصدقائهم أو خويهم طلع. بدأ يقول إيه الموضوع جد، إيه بيتغير كل شيء يا أحمد. هذا فلا تشيلهم، ما تقدم شيء تلقاه تفتخر فيه. هذا واحد. أنا صراحة ودي أقدم، لكن يعني أحيانا أحاول أختار وقت مناسب، أختار نفسيات الشباب. شباب يمكن تقدم شيء ما هو رايق، يمكن داخلين في فورمة يعني مرتفعة، وكل واحد يعني ينشد وزي كذا. صعب تقدم شيء وهم ينشدون، او صعب تقدم شيء وهم زعلانين، راح يجيك شيء. مو هذا الوضع اللي صار معي يمكن تناقشنا فيها قبل. يعني يقول احمد انشد، اوكي ننشد، لكن ما انا متخصص انشاد، فاهم؟ قد اني موال طوفها كذي، ولا انا متخصص فيه. في قاعده مثل يجتمعون كل الشباب، بقرا لكم قران. لا هذه يا حبيب بالعكس، المكان هنا للجميع، وما أشوف أحد أفضل من الثاني، ما تجيب أحد أفضل من الثاني، كلهم والله يعني كل واحد عنده. ولا أنا والله ذاك اليوم قاعد ويا حمد اللاحم داعين برا، وأشوف الشباب يعني متوسطين المكان، هنا قاعد يطقون شيلات، هنا قاعد يرقصون، هنا قاعد. قلت له بالله عليك هذه واقعنا صراحة. ها والله أنا. والله انا مجالسنا نجلس مجالسنا عند اهلي وكذا، والله ما في ذا الانشاد، ما في الأمانة. حتى لو جلسنا مجالس نقعد، حتى لو إنشاد. ولو كان فيها شيء من الرسميه لازم بعد واحد ما يطيح هيبته قدام الناس. يعني حلو تحلي الجلسه بنشيد نشيدتين بس حلو، اما لا ما قلنا كلمتين قاموا رقصوا، قعدوا ردوا ورقصوا. لا الشيلات يعني ردوا يا ذبحتونا، انا قام سدني شد عضل وراكم. أي شيء إذا كثر أكثر من حده ينضرب ضده.
هذا قالوها ولا في الشغل كله حلو، الحركة حلوة وهذا حلو، لكن ما أدري كيف المشكلة. من صرت أنا الحين أنا شو اسمه منظم، صرت رسمي. إيه أشوفك. لازم ما أحط حدود بيني وبينه، ما أبغى أكثر ميانة في الأسبوع هذا، هم اللي يصير علي مشكلة. والله أمس كتبت تقرير في الفجر، والحين كتبت تقرير قبل شوي في الظهر. تقرير غريب، أكتب اللي يصل عشان ما أعرف اللي ما صل مين، ما أطلع أسماء ما أشوف اللي ما صل. مشكلة. والحين عاد على الغداء نشوف عاد الطريقة عشان نتكلم عن موضوع ترتيبات الغرف وزي كذا. بدخل أقيم من الساعة العصر وبشوف أي واحد ملاحظة بأخبر إذا شال ملاحظة. حتى على ترتيبات الغرف بعد قالوا كذا. السرير ولا اللي ورا بعد؟ هم قالوا لا الغرفة المكان اللي فيها إنه يعني الأكبات. لا لا لا، هذه خصوصية الشيء العام.